كاونت داون. ما باقي كم يوم؟ وين باقي كم يوم؟ باقي بكره وبعده بعد بكره نيكولوديان للناس اللي ما حجت. ايش حاسس شعور باخف من دقني؟ احساس حلو والله. احساس بس وين راحوا شواربي؟ وسيم حبيبي الزلمه مو بالشوارب. وسيم وين شواربي؟ دائما كلمه يجي حلو متخانق مع وسيم. بقول لك شواربي لك دقني لا اوصل شو اخر شيء بكتشف انه صح. والله ما اعرف كيف اشوف انا بس المهم نفس كل حلقة نفس كل مرة. ما بحب اغير بس المهم تجهيزات بعد كم يوم. لا بالذات المرة ما راح تغير يعني. ايه اكيد ما راح اغير. انا صعب طول شعري بحاول طوله انه رجعه مثل من الاطراف يعني ما اخفف من الاطراف. لان بيقولوا لي خفف من الاطراف. خفف اول يومين بكون حلو شكلي هيك مرتب بعدين ببين وجهي مثلث صح؟ هيك احلى من اليوم. هيك خلاص حضرني هيك. والله سارة بتقلي خفف نوم بروح بخفف ما شاء الله عليها. وسيم حبيب القلب انت جاي؟ جاي معلم. معقول انت تكون هناك وانا ما اجي ووسيم هناك وانا ما اجي؟ تخيل انا استلم الجاهز وانت عامل لي شعري يا عفو والله. لا تخيل بروي عملوا لي مين احسن حلاق وانا اربح الجائزة ويحطوك مع مين؟ مع مين؟ بعدين بالله يا جماعة هاي اخر توبة توبة احكي من يوم ورايح انا شو اكلتي المفضلة. من وقت عرفوا الدنيا انه بحب الدجاج وبطاطس الصينيه بطل حدا يعمل لي الا بالدجاج وبطاطس. هلكت طلعت كل ما اروح مكان دجاج وبطاطس الصينيه. اقسم بالله مليت من الاكل. شوفوا دجاج وبطاطس الصينيه مليت من الدجاج وبطاطس الصينيه. كنت قبل احب ملوخيه كل ما اروح مكان ملوخيه. لا وتضل اربع ايام يعني ضل اربع ايام اكل ملوخيه هون هون. طيب لا انا حق علي عملت لك دجاج وبطاطس بالفرن كمان. بالضبط. شكرا شكرا. انا ما عندي اكل. انا كل اكلاتي مفضله. طب شو ولا شيء ولا شيء. انا الحمد لله الحمد لله. شكرا ماما. لا لا خلص خلص حاكلها يعني ما في حل ثاني. شكرا يعطيك العافيه والله. يا باي يا باي يا باي يا باي. انت قلت لي شو بدي اعمل له؟ قال لك يا خنا. قلت لها يا خنا يا خنا. المهم قلت لها اعملي يا ماما يا خنا. اجت حكيتني يا خنا ما عندنا. يا امي عم تحاول تقنعني انه الاكل اللي عملت لي اياه هي يا خنا. تمام هن هيك بسموه يا خنا يا خنا يا خنية. بعد ما المهم عاملين هلا شو اسمه عملت امي عملت لي فروج بطاطا بالصينيه واضافت لها جزر قالت لي هي يا خنا. انا نفسي اكل رز بس ما فيني. ليش عم تضحكي ماما؟ ليش ليش ليش؟ انا والله حاكل وانا انا جوعان حاكل وانا مبسوط مش متضايق. شكرا يعطيك العافيه. بدك واقع معدن اذا مره ثانيه بتعملي لي دجاج وبطاطا بس ما حد. شكرا شكرا يعطيك العافيه. تفضلوا اسمع امشي لكم مكدونالدز. يلا هلا عني.